السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نشرح لكم عن شاحن اي ماكس لشحن البطاريات. قبل ما نبدأ حطوا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة واهلا وسهلا بكم. انا شايفين بياخد التغذية تيار مستمر من 11 حتى 18 فولت. نوصله بالتغذية. مثل ما انا شايفين عنا اربع ازرار. الزر الاول منه نختار البطارية او نوع البطارية اللي بدنا نشحنه ليبو. بالنسبة للزر الثاني والثالث عبارة عن اسهم للتبديل بين الخيارات اللي عنا. بالنسبة للزر الرابع هو الانتر او ستار مخارج. كل مخرج بيعتمد حسب البطارية كم شريحة عنا. وعنا قطبين موجب وسالب يتوصلوا الأسلاك الرئيسية للبطارية. على فرض عنا نوع بطارية ليبو 2200 ملي أمبير ثلاث شرائح مثل ما أنا شايفين ثلاث شرائح. بيجي منه أربع أسلاك للشرائح الخط المشترك وثلاث خطوط من الشرائح والسلكين الرئيسيات. عنا بطارية تاني شريحة واحدة. طبعا البطارية هاي 11.1 فولت والبطارية هاي صغيرة 3.7 فولت 1200 ملي أمبير. راح أعلمكم كيف تشحنوا أي بطارية عنا اعتمادا على القيم الموجودة عنا وكم شريحة. راح نوصل المقابس بمجرد توصيل الكابل الرئيسي بالمقابس الموجب والسالب والشريحة بنوصلها حسب توافقه مع الشرائح الموجودة عندنا مخارج الشرائح. اخترنا بطارية ليبو نعطي اوكي. هلا عنا نحن هون 200 ملي امبير بنختار 2.2 امبير الخيار الافضل بالنسبة للبطارية اللي معنا. نزود حتى 2.2 امبير. نضغط انتر مرة تانية ياخدنا على الخيار الثاني هو كم الفولت البطارية اللي عنا. فينا نختار طبعا في بطارية 14 فولت 18 فولت 22 فولت. فينا نبدل كيفنا. طبعا مثل ما كنتم شايفين هون عم بيعدلنا اربع شرائح ثلاث شرائح. هاي البطارية اللي عنا ثلاث شرائح حتى 3.7 فولت. نحن عنا 11.1 فولت. منشان يبدأ الشحن عنا بنضغط على زر انتر ضغطة مطولة وبدأ عنا الشحن. في حال بدنا نوقف نحسي نوقف هون من اول زر بنضغط ضغط على انتر لنشوف الشحن عنا الفولتاج مثل ما انا شايفين عم يطلع الامبير اللي حطيناه الزمن. نضغط على السهم على اليمين فينا نشوف كل شريحة الفولتاج تبعها الفولت على كل شريحة ايش قد عم يجي. في حال بدنا نوقف الشحن نضغط على ستوب. في حال ما نشحن بطارية بجكات او مقابس مختلفة في عنا مثلا تحويلات بيجي مع الشاحن تحويلات من نوعية لنوعية تاني. راح نجرب نشحن البطارية 3.7 فولت بشريحة واحدة. طبعا ما لها أسلاك شرائح مثل هاي مخارج مشان شرائح لأن هي بالأساس شريحة واحدة فما تحتاج فهي إلى سلكين فقط. بعد ما نوصلها نحرك على الخيار. أول شيء من
نملأ خيار الأمبير مثل ما أنا شايفي عنا 1200 ملي أمبير، يعني 1.2 أمبير. ننقص القيمة عنا لواحد فاصلة ثلاثة، 1.2. نرجع نضغط انتر، نختار الفولتاج عنا 3.7 فولت، 3.7 فولت لحاله أعطانا إنه شريحة واحدة، يعني 3.7 فولت وجي شريحة واحدة. نعطي انتر مطول، خلاص بدأ عنا الشحن. نضغط انتر، شوف عنا الفولتاج لون صار يزيد، الأمبير مثل ما أنا حاطينه 1.2 أمبير. متى ما عبت البطارية لحاله بيعطينا إنه مالت البطارية، وبيوقف أوتوماتيكيا، وفينا نحنا نوقفه على حسب طلبنا. هذا هو الفيديو اليوم، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ودعمكم بهمنا، والسلام عليكم.